كفر ياسيف حملات وحلقات من أجل التوعية لزيادة عدد النساء الدرزيات للمشاركة في مواقع اتخاذ القرارات إن كان في أماكن العمل أو في المجالس المحلية. تعتبر عن حلقة تحضيرية لمؤتمر كبير اللي هو يعنى في البداية في رفع الوعي في المجتمع عامة وبين النساء خاصة. إحنا في هاي الدائرة عم نحاول نحط أيدينا على المواضيع اللي هي جدا حساسة واللي هي لازم ترفع من الوعي في المجتمع، واخدنا موضوعين كثير مهمات. هدول الموضوعين اخدناهم عشان نتحاور فيهم اليوم لنوصل لكيف ممكن نعمل مؤتمر نوصل صوتنا فيه لرجال الدين، للقياديين عنا، للموجودين في مراكز اتخاذ القرار عشان نوصل لهم صوتنا. لطالما أقصيت النساء العربيات عن مواقع اتخاذ القرار وعيد الانتخابات المقررة في أكتوبر المقبل نشاطات حثيثة من أجل تعزيز دورهن على اختلاف طوائفهن. الإمرأة هي نصف المجتمع، مش مجرد تصريحات يعني، وأنا عارف سلوغنز، بس قضية حقيقية لا يمكن أن نضهن بمجتمعنا لهذا القرن بدون مشاركة حقيقية وفعلية للمرأة. لشدة سوري المرأة عندنا في الطائفة الدرزية اليوم هي مثقفة متعلمة، لها مواقع يعني ومواقف وحتى وظائف مهمة جدا تستطيع أن تؤثر، فإذا لم نبدأ ولم نزرع اليوم لن نحصد مستقبلا. قضية مشاركة المرأة أنا كثير بآمن كامرأة هيك إلها نشاطات في المجتمع اليركاوي بالأخص، عم بشوف كثير تعاون أكثر مما كان في الماضي. طبعا أنا حسب رأيي مشكلتنا الأولية والأساسية هي في قضية التربية، إلا أنه ما فيش عندنا وعي في قضية التربية الجندرية الصحيحة. بعدنا من ربي الرجل على أنه هو رجل، وبعدنا من ربي المرأة على أنها ست بيت. إحنا صح عم نطالب بالمساواة وعم نطالب في تغيير كثير أشياء، ولكن كمان بنفع نسلط الضوء بالإعلام مش بس على الأحداث السيئة اللي بتصير، ومش بس عديش إحنا مسكينات وعديش إحنا موجودات بالبيت معرفش إيش، في محلات كثير حلوة اللي إذا بتطلع على الإعلام ممكن توصل نتائج كثير كبيرة. من الواضح أن عام 2018 سيكون عاما حافلا بمشاركة المرأة سياسيا خاصة، على أمل أن نرى أول رئيسة لسلطة محلية عربية، أو على الأقل أن تشهد سلطاتنا المحلية تمثيلا ناجحا وناجعا للمرأة العربية.